السيدة الرئيسة وغادي يجي الآن السيد النائب. اليوم حنا على موعد مع ندوة خاصة بالحكام، حكام كرة القدم، حكام وحكام مساعدين، واللي الموضوع ديالها هو التوازن النفسي والاستعداد الذهني. لماذا اختيار هذا الموضوع؟ نظرا أولا للظرفية، لأنه الحكام عليهم واحد مجموعة من الضغوطات، عليهم يعني مسلط عليهم أضواء بشكل كبير مع بداية الموسم الكروي، وثانيا نظرا لأهمية هذا العامل في النجاح الرياضي. كيف تنعرفوا أنه الحكم هو رياضي، ورياضي من المستوى العالي، وتنطبق عليه جميع ما تنطبق على الرياضي المحترف، لهذا تخصو يخضع وتخصو توفر ليه جميع مكونات النجاح أو الاكسبلوا سبورتيف، واللي هي متعددة ومتداخلة، منها لا كونديسيون فيزيك، تاكتيك، تكنيك، لونتوراج، لا فامي، مجموعة من الأمور أو لي فاكتور دو لا بيرفورمانس سبورتيف، ومن بينها إن لم تكن أساسها هو الاستعداد الديني والتوازن النفسي. أكيد إلا توجهتنا الدعوة فأكيد ما غادي يكون هذا إلا شرف وقيمة مضافة لنا شخصيا ولجميع الحكام أو لجميع الرياضيين بصفة عامة. فقط هناك ملاحظة أن هذا الموضوع تلمو هو مهم، ولكن كاين واحد الإغفال أو واحد التجاهل من الناس المسؤولين، ومن خلال منبركم تندعو جميع المهتمين بالمجال الرياضي وبالأخص المسؤولين من أجل إعطاء أهمية أكثر لهذا الجانب اللي هو الجانب النفسي والاستعداد الذهني. عندنا واحد دورة تكوينية أو لا يعني واحد المحاضرة حول الدور المحوري ديال الإعداد الذهني والنفسي للحكام، هو واحد الجانب مهم جدا، ما يعني في نفس المستوى مع الجانب البدني والجانب الفكري، يعني سواء في القانون وهذا. يعني الحمد لله جمعية حكام عصبة الدار البيضاء الكبرى والوعي ديالها بالدور ديال هذا المجال اليوم قدرت انها تدير عرض يعني متكامل الحمد لله من طرف واحد الاستاذ اللي هو متمكن، السي عبد العزيز بوحميده، اللي هو كوتش في المجال واللي هو ايضا حكم سابق، يعني اللي ديجا استفد، يعني عارف الضغوط لعب على الصعيد العالي في المغرب، يعني عارف الضغوط وشنو الامور اللي هي تتاثر في داخل يعني داخل هذا الفضاء الرياضي اللي احنا فيه او لا متداخلين في اللعبه. الحمد لله اليوم استفدنا بشكل كبير يعني من هذه الدوره التكوينيه، يعني وعرفنا كيفاش ممكن اننا نتعاملوا مع هذا الضغط اللي فرضه الظرفيه، بحكم انه كاين التواصل الاجتماعي، لي ريزو سوسيو كاملين، وهذا يعني كاين واحد الضغط بكل صراحه، ولكن كاين المواكبه الحمد لله والشكر لله. كاين عمل يعني على صعيد العصبه ولا على صعيد المديريه واللجنه المركزيه باش ان شاء الله الرحمن الرحيم تيواكبونا وتيديروا معنا التتبع، يعني واعين بالدور ديال الاهميه ديال هذا المحور هذا. Thank you.